أيها الشعب، فبحيث أنا هو رئيسكم الجديد. رئيس، رئيس على روحك يا بابا، تدارني الرئيسة، فهمت؟ يا ولا حويد، تشكون فيكم الرئيس؟ أشكون الرئيس؟ الويس النجي. ها أهلا ويلك يا يوسف، وكذا لباس فهمت الله؟ لباس لباس سيد الرئيس. ها يشرب قهوة كل ما زلت؟ لا سنجي مانيش لهي بيها القهوة توا، ما تعرف توا طلع بلاد مش ولا بد. سنجي بصراحة أنا حشت بيك في موضوع ولازمك أنت تفهم الموضوع هذا. شو الموضوع خير إن شاء الله؟ سنجي راه بصراحة الانتخابات الرئاسية جاية، ما لازمكش أنت تترشح. ها ما نترشحش، ما أنا شكون يترشح فهمت الله؟ هو تعرف حكاية والله خير كما ترشحش، ارتاح لي فهمت الله، أنا بيدي تعبت بصراحة، نحب نكمل العامين ونص اللي مازالوا ونرتاح فهمت الله. صحيح سنجي، ما لازمك تعلن اللي أنت ماكش مش تترشح للانتخابات 2019. يا يوسف اعتبرني ما ترشحتش ماله. يعطيك الصحة سيد رئيس، قرار في وقته وفي بلاصته زادة. يا بوشوشة بوشوشة. ينعم سيد الرئيس، واصل نيجي شبيك. يا بوشوشة عندي خبر مؤسف فهمت الله. ايش فهم ان شاء الله خير، الريال خسرت؟ لا لا يا بوشوشة اسمعني، شوف ما زالوا لك عامين ونصف في القصر وبعد مش ترجع لحومتك وكذا. يا ليه سي نيجي ميكش مخلص كريه؟ شي لا يا بوشوشة مانيش بيش نترجح للرئاسة وكهو. اوه فهمتك سي نيجي، هو شو بصراحة سي نيجي ما ترشحش خير، يدي يا مجي ربي، وكما قال سي نطفي خذ المناصب والكراسي لكن خلي ولنا الوطن. سي نياجي يا شجاع. هيك هو ما لازم اشوف نخرج واحد يخير من اللي ميخرجوني ويقولوا لي ديجاج وكذا. اي اسمعني اسمعني، برا عيط لكلاس وسعاد ويجي نحكي وفهمت الله. هاكي سعاد يا ولكلاس برا يحكيو. ايه سعاد ولكلاس يعني جي. اشكون الرئيس؟ هيا سيدي بسم الله الرحمن الرحيم، انا ناجي رئيس الجمهوريه فهمت الله، اجتمعت بكم اليوم وكذا باش نحكي لكم على قرار خذيته، والقرار هذا راهو لا رجوع فيه. يا سيدي ناجي تشبيك تحكي بالصيب. اسكت سعاد، رئيس جمهوريه راهو. اسمي سعاد. باي سامحني سعاد اسكت. يا يبيع يا سيدي ناجي لخص لخص. واقيلا سيدي ناجي باش يطلق مدى فطحيه وباش ياخذ لنا شخطوره جديده. يا ليه 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 اي شو ما تخليونيش نحكي كلمه فهمت الله. اتفضل سينيش لك الكلمه. انا قررت اللي انا مانيش باش نترشح للانتخابات الرئاسيه الجايه. اي وش معناتها؟ يعني عامين وقريب نرجع من القصر على خاطر سنياجي ما عادش مشي يولي رئيس. يا وبه توا مثلا نفترضه توما دا فتحيه باش ترضى. يا والله حويل يا ذا كيما غنيتلكش يا سنياجي في لامين وباي باي. شوف انا توا مانيش عارف شو نقوله فهمت الله. سنياجي ما نقول الحقيقه. اجلس مستحيل تقبل الحكايه راهو. سنياجي تحب نفهمها انا؟ احنا سيفي بعضنا النجمه فضوها. لحظة سامحني سينياج. يالو ما سمعتكش بالباهي. ياح دي تحكي بجدك؟ باهي باهي تنقلو شما فهمت الله دي مضافة حية بيها وكذا. قتلي ما نشفش نرجع للقصر على خطرني باش نترشح للرئاسة ومن توا لا يب الحملة الانتخابية. شو فتحية مش تترشح للرئاسة؟ مضافة حية مضافة حية وقيل الشعب مش يمشي فيها أصل. أيها الشعب، فبحيث أنا هو رئيسكم الجديد. رئيس، رئيس على روحك يا بابا، تدارني الرئيسة، فهمت؟ يا ولا حويد، تشكون فيكم الرئيس؟ أشكون الرئيس؟